بشار الحسن عازف عود. بدايتي كانت رسام، أرسم كنت صور ولرفقاتي وأخذ مصاري عليهم. الحقيقة كل رسمة أرسمها أرسم لربهاتهم أمهاتهم حبيباتهم. نحن حاليا في بيت الأهل، بيت العيلة، فعيلتي كلهم الحقيقة فيك تقول من أهل الفن. وكان في شخص اللي له علي فضل كتير كبير دون أن يعلم أنه هو له فضل علي، اسمه صالح عاشور، هو اللي علمني دوزان العود. يقول لي تتبع هذا الأسلوب في الدوزان، كان عمري 11 سنة يعني. أنا صغير كتير كانت لي والدتي أروح أفرط المسبحة تبعت أبوي، المسبحة الخيطة نايلون، أفرطها وأجيب خشبة أدق بسمارين وأشد خيط النايلون عليها وأحط على، كان عمري شي 4 سنين 5 سنين. غابت هالقصة هي تقريبا لل 12 سنة، التهيت بالرسم وهالقصص هي. بعدين شفت أنه يعني ما بتلامسني كثير، فتقريبا يعني من عمري 13 سنة بلشت حقيقة أتمرن وتعلمت الدوزان عند صالح عاشور هذا الزلمة، وبلشت تمرين كتير طويل. رسبت بالتاسع لأني أتمرن 10 ساعات كنت عزف، وإلى الآن هي قضيتي، الموسيقى هي قضيتي. أسامة، والله أنا يعني مصلحة يعني كمهنة كبس وتشكيل معادن صناعات هندسية، وإلي هواية يعني بالموسيقى، وعلمت أولادي كلهم موسيقى، وحتى إلي هواية في التصنيع وصيانة الآلات الموسيقية. من أنا صغير يعني بحب الموسيقى، إذا يعني أنا ولدت مريض فلما أسمع موسيقى أرتاح كتير، يعني القلب ينتظم معي. تاريخ بيعيد نفسه، يعني مثل ما والدي كسر لي الجيتار انا كسرت له العود لأسامة، فلما كسرت له يا لزقه كان عنده نهار حفله، والله ضل طول الليل يبكي يقول يا ريت يعني قتلني الي ولا كسر لي العود، يعني أسامة بيعشق كثير العود، ف
أنا كثير زعلت يعني كمان، لما يعني وصلني خبر إنه هو أسامة زعلان على العود وأكثر ما يزعل على حاله. فراح سوى حفلة وهو ملزق العود باللزاق ونزل على الفيس صور العود والحادي صار يعزيه ويقول له يسلم الدين والإيمان والبقية بحياتك. فأنا صلحت له إياه طبعا بشكل احترافي ورجع مثل ما كان وأجود، وصار يجيب لي عواد رفقاته أصلح له إياهن، جيتارات كمانجات أصلح له إياهن يطلع شيء مزبوط. وكان بحلب ما في يعني مصلح يعني ما في حدا ما بقيان يعني. فصاروا المعاهد يبعثوا علي الأساتذة الطلاب أصلح لهم. أخذ أبداً يعني مصاري أبداً ما أخذ، فصار يقولي لي خيو خود عطى شيء كويس خود، وصار باب معيشة كمان لأني معملي تسكر، فصرت أعيش من وراء هذا الموضوع. كنت مقرر أرجع لمعملي بس خلصنا من الأزمة ومن الحرب، أرجع المعمل أرممه أضبطه وأرجع للصناعة يعني كمان. ولما التقيت بالأستاذ بشار الحسن هو مخطط يعني انه يصنع عود، والتقى فيني وشاف انه طريقتي الاحترافيه بالصيانه وبالصناعه وهذا، قال لي ليش ما منفكر يعني نفتح ورشه ولو صغيره في البدايه انه نصنع الات موسيقيه. قال لي انا عندي افكار وانت عندك افكار وبنجتمع سوا بنطالع شيء كويس. وجدت بالربع الاول من الحرب بحلب، ولنهايتها قضيتها بين ألمانيا وبين بيروت بهذا الشكل، لأني ولو ما مغادرة والدتي، لأني ست كبيرة أنا بدي أطلع معها، لو ما مغادرة أنا ما طلعت، لأني أنا يعني حلب تعني لي وتعني الكثير، بس أنا والوالدي عايشين لحالنا واضطرت خلص ست كبيرة وصارت تخاف، فبدي أطلع معها، ما في عندي غير حل. إقامتي في بيروت، أنا بيروت بحبها يعني مثل ما قلت لك عاصمة جميلة جدا، بس 6 سنين ل7 سنين خلالها كنت أروح لألمانيا وأرجع مشان تجديد الإقامة وهيك. في الحقيقة اللي اختلف فقط في بيروت شعرت حالي نص موسيقي، يعني بمعنى ما بتقدر تمارس كل نشاطك الموسيقي اللي كنت متعود عليه بحلب، لأني نمط السهر في بيروت مختلف عن نمط السهر بحلب. هون موسيقتنا اللي بنعزفها وتعودنا نعزفها وهيك الموشح والقد والشيء الثقيل. بيروت لا تحتمل يعني قصة موشح وقد ودور وهيك، فمع هيك يعني مع هيك كانت أيام حلوة. الحقيقة أول شيء عملته بعد ما نزلت لحلب هي زيارتي للقلعة ولحلب القديمة، لأني أنا بطبيعة الحال
لما عايش هون قبل الحرب كنت كل فترة أروح أفرمت حالي أعمل سوفت وير لحالي بحلب القديمة أطلع. أنا مصور حلب القديمة كلها، ما في حارة إلا مصورة، ما في الزخرفة على جدار إلا مصوره، ما في قوس كله كله. وكأني شيء يعني من جوا كان يحكيني إنه إيه عم بصور، بس ليش أتاري فيه طلع بعد ليش يعني صورتها كلها. هذا من قبل الحرب. بالنسبة للنمط الغنائي الحلبي الموشح والقد والدور هذا من قبل الحرب يعني بتلاحظ في تراجع شوي، لأني في هجمة كتير كبيرة، هجمة يعني إعلامية كتير كتير كبيرة عندنا، عم بتزاحم على قضية التراث الغنائي. احنا مغنانا الموسيقي، مغنانا الحلبي عفوا، مستمر وعشته. انا عشت الحاله تبعته ومن خلال رؤيتي بنكون عم نعزف في اي بلد عربي. لما نعزف المغنى الحلبي الناس بتقوم وتقعد، بتكون انت عم تعزف مصري، عم تعزف لبناني، عم تعزف خليجي، بس نشتغل بقى بالحلبي قامت الدنيا وقعدت. هذا شيء، لكن تراجع واضح بس ما كثير، يعني لهلا الناس عم تفهم عليك، اذا برا بيفهموا على شيء اسمه موشح وقد وهيك، هون يعني مستمره وراح تستمر ما تنتهي، هي ذاكره سمعيه، ذاكره استحاله تنشلها يعني مستمره. لاقول لك شيء هلا، هي نحن مغنانا الحلبي ما بحاجة بصراحة لقصة المنصات لأني هو ساكن بالوجدان، يعني السعودي بفهمه والهندي ممكن يفهمه. موسيقى كثير كثير إلى أسرارها، أنه يعني لأقول لك شغلة، أجيب لك مثال عن تأثير البليغ بالنفوس. أنا مرة بكندا عم بعزف، إجا شباب هيك شغل حلاق وشغل وشم وكذا، قال له دخيل ربا غني لنا قل المليحة، يعني معناها إيش هالتأثير؟ ما بدها منصة، هي بس بدها اهتمام، بدها شوي هيك نمسح الغبرة عنا، بدنا ندللها شوي.